مئات القطع والمنتجات المشغولة بإتقان وإبداع والمفعمة بالأمل ضمها بازار كانون الذي أقامه مشروع تنمية المرأة التابع للجمعية الخيرية الإسلامية عون بحمص في صالة الزنوبية بحي الوعر ليوم واحد. وتقف النساء المشاركات في البازار أمام معروضاتهن بكل ثقة ليقدمن للزائرين إنتاجهن من مختلف أصناف الطعام من الطبخات الشرقية والغربية والمشغولات اليدوية وبعض قطع الإكسسوار المخصصة للزينة والبيوت والألعاب الطفولية. وفي ركن آخر من المعرض أعددن نباتات الزينة بأنواعها على شكل لوحة فنية متكاملة.